طيب، صباح الخير يا شباب. اليوم المحاضرة اللي فاتت احنا توقفنا عن موضوع البريميد استيميتورز، فبدنا نرجع عليها تمام وعشان نشوف كل الأنواع اللي أنا موجودة عندي. البريميد استيميتورز زي ما حكينا إنه أنا بدي أدخل على السايت إنه tensorflow/tutorials، فعلى طول بدخل هنا، يعني بديني يعني tutorials إنه مقسمة لمواضيع هنا تمام. فمن ضمن المواضيع اللي بدنا نتناولها الآن اللي هو موضوع الـ Estimators. أوكي؟ طيب، الـ Estimators ممكن إنه إحنا نشوف أول واحد Pre-Made Estimator. Pre-Made Estimator إنه هو عبارة عن Neural Network Model أو Deep Neural Network Model معمول بشكل جاهز تمام؟ بدي لك يعني هامش من التعديل، يعني مش كتير إنه مرن زي ما انت تبني الموديل بنفسك، وممكن انه تستخدمه في بناء موديل بشكل سريع. فخليني نشغله على الكولاب. طبعا هذا معمول للداتا سيت الايرس. بريميد استيميتور ايرس داتا، و طبعا هنا الامبورت انا عندي تمام، وممكن نضيف جزئيه هنا نشوف التنسر فلو فيرجن تي اف نعمل كونكت. طبعا الداتا ست اللي انا عندي اللي هي الايرس داتا، طبعا كلكم عارفينها، في عندي اربع اعمده: سيبل لينث، سيبل ويدث، بيتال لينث، بيتال ويدث. طبعا عشان الداتا ست اللي هو بيحملها موجوده هي على الرابط هذا، ما فيش فيها هيدرز، فراح احط اسماء الاعمده هنا في ليست، واسماء الكلاسز هيها في ليست ثانيه زي هيك تمام. فهنا حمل الداتا ست من الروابط هدول باستخدام tf keras util git file، فهي فعليا هذه بتعمل لي داونلود للفايل لوحدها صحيح تمام. بس هذه ايش بتتميز كمان، انه ممكن تديها باراميتر انه لو كان الملف مضغوط انه تقول له انه يعمل لك انفليشن الفايل، انه يفك لك الضغط تبعه تمام. فهذه حتفيدك بشكل كبير، حتمر معنا اكثر من مره، tf keras util git file تمام. فهنا ممكن انت تشوف البارامترز تبعتها عندك، تشوف الدوكيومنتيشن تبع تنسر فلو، فمباشره تعمل بحث هنا. دائما بتروح في الدوكيومنتيشن انت عندك على فيرجن 2.2، لانه حتلاقي هنا انه ممكن تلاقي انه في اكثر من دوكيومنتيشن لاكثر من فيرجن. فهاي ايش البارامترز تبعتها، الفايل نيم، وهنا انتر بتساوي فولس لو كان الفايل هذا محطوط يعني معمول له يعني انه ضغط بنظام التار تمام. وهنا اكستراكت بتساوي فولس، هي باي ديفولت انت راح تخليها ترو لو كان الملف هذا مضغوط. اوكي، تمام. فمجرد انه احنا بدنا نعمل جيت للفايل هدول بنشغل، ايوه عمل لك داونلود للفايلز هدول، وهنا راح قرأهم مباشره read csv، وهنا اداله اسم الفايل واداله النيمز اللي هو اسماء الهيدرز تبعتي، وهنا نفس الشيء بالنسبه للتست. هنا حط انه الهيدرز بتساوي زيرو، او ممكن احطها فولس لانه ما فيش هيدرز انا عندي في الفايل هذا. بنشوف الهيد تبعه و
حضر الواي بالنسبة للترين والتست. الواي ببساطة انه انت بتروح بتعمل بوب للسبيشيز للكلاس ليبل، فبالتالي هي بتعمل شغلتين، بتروح بترجع لك العمود هذا كله بتحطه في الواي وكذلك بتشيله من الترينينج، ونفس الشيء بالنسبة للتست. تمام، شوف الهيد تبع الترين فما فيش فيه الواي. تمام، الخطوة اللي وراها هذه ما لهاش داعي كثير، يعني هو بحاول انه هو يعني يورجي لك كيف انه هو يعني بيعملها كفورمات، انه كديكشنري كادخال بالضبط. تمام، انا عندي هنا اليوتيليتي فانكشن، شو بتاخذ؟ تاخذ الفيتشرز والليبلز الاكس والواي لحال، تمام، وانه تريننج بتساوي ترو، والباتش سايز 256، والديتا سيت تي اف داتا، داتا سيت تنسور فروم تنسور سلايسز، بديله بعمل كاستنج للديتا فريم از ديكشنري وبديله الليبلز. اذا كانت تريننج مطلوب مني انه نعمل شفل، لانه اذا كانت تيست ما فيش داعي للشفل. ليش؟ لانه التيست انا بعمل بريدكشن، فبالتالي انه ما فيش تعديل على الويت، لكن الشفل في التريننج انه زي ما حكينا انه هو بيشتغل بنظام انه انت بتعمل لي فيد للاكزامبل، بحسب الايرور، بعمل ادجستمنت للويت، فبالتالي بيعتمد اذا كان الاكزامبل الاول اللي انا مررته كان فيه ايرور او لا. فبالتالي الترتيب يعني، او بمعنى اخر ببساطه شديده جدا، انه النيورال نتورك حساسه لترتيب البيانات، فبالتالي عشان نعمل تحييد لهذه الحساسيه بنروح نعمل شفل للديتا سيت انه هي اذا كانت كتريننج. اوكي، طبعا لازم اقسم الداتا سيت لباتشز، اسهل لي. ممكن انت ما تقسمهاش لباتشز، لكن الافضل انه انت تقسمها لباتشز، فبالتالي بروح بعمل ابديت للباراميترز بعد ما يخلص كل باتش. تمام، هذه مرت علينا مرارا وتكرارا، وانا بحب انه ارجع اكررها كمان كل مره عشان انت تصير فاميليار معها اكثر واكثر، لانه فعلا بتلزمك في كل داتا سيت. بعد هيك شو بدي اسوي؟ كلها على بعضها 150. يعني هاتهم كلهم باتش واحدة، يعني إذا كانت الداتا سيت أقل من الباتش هي 150 وأنت حاطط 250، فبالتالي زي كأنه بحط الداتا سيت كلها في باتش واحدة. لو كانت إنه أنت عندك الباتش سايز، يعني الباتش سايز مثلا افترض إنه أنت حطيتها 100، تمام، والإكزامبلز عندنا لو بدي افترض إنه ناخذهم كلهم 150، فالمية الأولانية حيحطها في باتش، والخمسين المتبقية صحيح الباتش سايز إنه 5 بس المتبقية عندي 50 بحطه في باتش، فبالتالي إنه الباتش الثانية آخر باتش في بتكون فيها 50 إكزامبل. فهجيت هنا لما نحطه 256 أو 200 وقديش، فزي كأنه حياخد المية وخمسين وحيديتا ست كلها حتصير باتش واحدة بس. تمام، فهذه احنا ممكن عندلها نقول انه بدنا مثلا انه كل 10 examples زي هيك. بعد هيك بدنا نعمل نظبط او نحضر ال input features. فكيف بنسوي؟ my feature columns هذه عبارة عن لستة فاضية، بروح بلف على كل الأعمدة أنا عندي في الترين، شو بسوي؟ بروح بعمل أبند في هاي الليست، لإيش؟ بستدعي TF feature column numeric column والكي بتساوي الكي. لاحظ إنه هاي في أنا عندي أكثر من، شايف؟ هنا في أنا عندي bucketized column، في عندي categorical column with hash bucket. تمام؟ وفي أنا عندي هنا categorical column with vocabulary list. هذه ممكن نستخدمها للكاتيجوريكال اتريبيوت زي ما حنشوف الان. فبالتالي انت يفترض انه انت تلف على الاعمده كلها وحسب التايب تبعها، اذا كان نيوميريك بتروح تستدعي هاي اللي هي نيوميريك كولوم، واذا كانت كاتيجوريكال ممكن تستخدم هاي، واذا انت كنت بدك تعمل بري بروسيسنج او انكودنج بالاحرى للكاتيجوريكال داتا فممكن تستخدم اي واحده من هذول، لانه انت ممكن تحول الكاتيجوري لهاش، فبالتالي بدل ما مثلا بتكون انه ريد بلاك بلو
انه ككاتيجوري الوان، بتصير انه كل واحده من هدول عباره عن هاش. تمام؟ فهنا بنرجع بنخليها زي ما هي اللي هي نيوميريك كولوم، وبدي له هنا اسم العمود، لانه هنا انا بلف على كل اسماء العمود. فبالتالي هاي بدي اعدلها وارجي لك كيف شكل الفيتشرز. انا عندي عبارة عن ليست، تمام؟ أول عنصر فيها عبارة عن التايب تبعه نيوميريك كولوم، إيش الكي اللي هو اسم العمود، سيب اللينث، إيش الشيب تبعه واحد، والديفولت ديفولت فاليو نان، تمام؟ طبعًا هنا لو أنت ممكن أنت تدي له باراميتر تاني، إنه تقول له الديفولت فاليو مثلًا إنه كذا، لو ما كانش في فاليو بروح بحطها، والتايب تمام؟ هو لوحده بروح بتطلع إذا كانت نمبر او فلوتنج نمبر بحطها في فلوت 32، لو كانت انتجر فيش فيها ارقام عشريه، كل العمود فبحط لك مثلا انت 32. والنورماليزر بتساوي نان، انه نعملش نورماليزيشن هنا، لانه انا ممكن امرر له النورماليزيشن فانكشن. اوكي، وهذا الكلام يعني نفس الشيء لبقيه الاعمده. طيب حكينا انه بدنا نعمل انستانسييت للاستيميتور. كمان مره، ايش هو الاستيميتور او البري ميد استيميتور؟ هو عباره عن موديل جاهز سهل الاستخدام في الكيراس. فيش عندي مرونه كثير اعدل كثير باراميترز، بس انه بقدر انه انا اعمل موديل بشكل سريع، بدل ما انا اعرف سيكونشال واضيف لاير 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 زي هيك، لا تمام، بقدر انه انا اضيف بشكل سريع جدا. فبالتالي هنا ايش في عندي؟ دي ان ان كلاسيفاير، لينير كومبايند كلاسيفاير، ولينير كلاسيفاير. احنا حنستخدم لينير كلاسيفاير. خلينا نشوف هنا انه تي اف دوت استيميتور دوت دي ان ان ريجريسور هيو موجود، هذا ممكن استخدمه للريجريشن problem، مش معمول له listing هنا، تمام؟ وبالتالي ممكن نحن نضيفها هنا كpoint. انا هعمل لك سيف. rig resource for deep depth that perform regression. كيف؟ مالتي كلاس كلاسيفيكيشن. تمام، فموجود. كيف بتعرفه؟ ايش بتدي له؟ الفيتشر كولوم اللي هي الكولومز اللي احنا عرفناها، والباراميتر الثاني اللي هو الهيدن يونتس. الهيدن يونتس اللي هي مقصود فيها الهيدن لايرز، هذه طبقات، عدد النيورونز في الطبقات. فبالتالي حط لي طبقه اولى 30 نيورون والطبقه الثانيه 10، واخر باراميتر اللي هو النمبر اوف كلاسز بحط له 3 على حسب عدد الكلاس ليبلز اللي موجوده انا عندي. تمام، هاي عرفنا الاستيميتور. الان ممكن نعمل له ترين. طبعا الترين هنا عباره عن انه انا بستدعي الداله الانبوت فانكشن وبدي له الترين والترين واي، وبقول له انه ترينك بتساوي ترو عشان يعمل لي شفل. هذا الباراميتر بالمناسبه ما فيش له داعي انه انا امرره، ليش؟ لانه هو باي ديفولت معمول ترو. هذا الباراميتر انه لا داعي له للتبسيط. تمام، فهنا شوف كيف الامور. هاي الالف ستيبس كل مره، تمام، قديش انه هي بتاخذ سكندز، وبيجيب لي هنا قديش اللوس انا عندي. وفي النهايه هيك خلص التريننج. اللوس هنا 0.69
80 زاد 66 نزل. يبقى اللوس في الفاينل ستيب 81. اوكي، هجيت هنا بنيجي للايفاليويت، هنا غير الباراميتر انه تريننج بتساوي فولس، ادينا له التست والتست واي، وطلع لي انه الاكيرسي انا عندي 30%. تمام، فانا ايش ممكن اسوي؟ ممكن اعدل في الموديل انا عندي هنا، واقول انه بدي على سبيل المثال هو هذه يا دكتور 30 بس ولا هو اللي يعني 30 اظن في الطبقه واحده صحيح ممكن نزيد يعني نعم حط طبقتين 64 و64 نرجع نعمل ترين كمان مره هنا اللوس في الفاينل ستيب 44 قل عن هذيك المره بكثير وممكن ان تزود عدد الستيبس تبعتك فبالتالي الايتريشنز تبعتك فبالتالي انه هنا نعمل ايفالويشن فبتلاقي انه الاكيرسي صارت 90%. نعم اوكي صحيح، يعني ممكن انت تزود الستيبس هنا تمام وتجرب تعمل تريننج كمان مره. طيب الان بدنا نعمل بريدكشن ل 1 اكزامبل، فبالتالي انا عندي هنا بحط لسته بالاكسبكتد بالكلاس ليبل وهنا البريدكت اكس از ا ديكشنري اسم العمود والفاليوز اسم العمود والفاليوز كم فاليو انا عندي هنا؟ ثلاث سجلات تمام؟ فبنعرف هنا الانبوت فانكشن، بس لاحظ هنا ايش التعديل انه الانبوت فانكشن هنا انا اديته الفيتشرز بدون الواي لانه يعني تيست داتا انا مش عارف الواي انا طالب منه يعمل له بريدكشن وهنا الباتش سايز يعني اوكي يعني ممكن انه هذا الباتش سايز لانه هنا حطهم كباتش فممكن انا احطها انه واحد اوكي فايش راح سوى تي اف داتا فروم تنسور سلايس وايش اداله؟ اداله بس الديكشنري وبالمره راح عمل حوله لباتش دوت باتش دوت واداله الباتش سايز وهنا بدنا نعمل بريدكت لهذا الكلاس تمام. فالان البريدكشنز هذه خلينا نشوف كيف الشكل تبعها، فهتلاقي انه هي عباره عن ديكشنري تمام. ايوه فور دي ان بريدكشنز هي عبارة عن كيو فاليو بس بدنا نعمل برنت دي. ايش جاب لك؟ جاب لك انه انا عندي لوجلت اللوجيتس اللي هي عبارة عن اري فيها ثلاث قيم لانه ثلاثة كلاسز، وجاب لك البروبابيلتي عبارة عن اري ثلاثة كلاسز. انت فاكر في الاوبجكت ديتكشن انه بقول لك لما هذا بيرد وبروح بحط لك قديش البروبابيلتي انه هو سيرتن من هذا الكلاس، انه هذا بيرد مثلا 98% او هذا بيرسون مثلا 93%. فبالتالي من السوفت ماكس اللي انت بتطلع معاك ممكن انت تحول لبروبابيلتي، فانه بتجيبهم بتحولهم لبروبابيلتي تمام. وانت عندك هنا الكلاس اي ديز اللي هي عباره عن اري وهنا زيرو تمام اللي هي الاندكس تبعها، وهنا الاول كلاسز انا عندي 0 1 2 وقال لي انه الكلاس هو عباره عن 0 اللي هو عباره عن ايش؟ هذا سيتوسن.
فبالتالي الديكشنري هذا في تفاصيل كتيرة زي ما انت شايف زي هيك، وهنا الاول كلاسز انه هنا بهذا الشكل. فهنا بدنا نعمل لوب على البريدكتد هدول تمام، وعلى الاكسبكتد. طبعا الزد اي بي هذه بتروح بتفرط لي كل العناصر من هاي ومن هاي، هذه نفس لازم تكون نفس الطول. فالان الكلاس اي دي رحت جبتها من الديكشنري انه اديته الكي هذا اوف الزيرو لانه بدي اجيب الكلاس، جبت البروبابيليتي تبعته وبروح بجيب قديش الليبل تبعه وانه قديش الاكسبكتد. فلما اشغلها بيطلعش معك اشي. شو السبب في ذلك؟ لانه هذا البريدكشن عبارة عن جنريتور اوبجكت تقدر تعمل اتريت عليه just one time، فبالتالي بس مجرد انه انت تعمل run لهاي كمان مرة، وهنا هذه بتصير بقدرش انه انا مش لو شغلت هذه مش هتشتغل اللي تحت، فبالتالي هذه بسيبها بس انا عشان انه انا ورجيتك كيف شكلها، وانت بتشغل هذه مباشرة وطلعت العناصر تبعت الديكشنري. فبقول لك انه الاكزامبل الاول عبارة عن سيتوسا 89% والاكسبكتد سيتوسا، والثاني فيرسي كلر على الحفة جايبه 50.7 والاكسبكتد فيرسي كلر، والثالث فيرجينيكا 65% والاكسبكتد فيرجينيكا. اوكي تمام يا شباب. طيب هذا بخصوص الايريس داتا سيت. نيجي الان ل نيجي الآن للنوع الثاني من الاستيميتور اللي هو اللينير موديل. واللينير موديل هنا قرر انه هو يطبقه على وين؟ على على الـ على التايتانيك. فبدي افتح هذا بالكولاب اخذ منه نسخة لانه بدي اعدل عليه، وهنا بدي اسميه linear estimator، لازم اضيف estimator titanic. طبعا هنا في settings بقول لي this notebook open with private output، output will not be saved، بس انا بدي الاوتبوت انه سيفت عشان انت لما تشوفه على الجيت هاب بتقدر تشوف. فبالتالي هنا بس بغير هاي وهنا بشيل التشيك، فبالتالي بيعمل بصير يعمل سيف للاوتبوت عشان اذا بعد هيك انت بدك تسلمني نوت بوك اقدر اشوف الاوتبوت تبعها، ما فيش داعي انه انا اعمل رن من اول وجديد، لانه طبيعي انه انت الرن يقعد معك ساعتين ثلاثه اربع ساعات اتس نورمال. اوكي هذا الكلام ملوش داعي لانه already installed تمام. numpy as nd manda as bd، وهنا البلوت عشان اعمل له شوية visualization تمام، وهنا import tensorflow as tf، هذه بدي اغير لك اياها تمام، واقول لك هنا from tensorflow import feature ولازم اعمل connect. واعمل run لهاي زي هيك. كيف؟ بس هو شوي بده شوية وقت بس.
تمام. وهنا عامل له alias، aliasing اعتقد انه هو مستخدمه as fc. لا بدون aliasing. فهدول الاثنين اللي بيلزموك انه انت تحضر الفيتشرز تبعتك from TensorFlow import feature column، وهنا tf واعمل تشيك للفيرجن اوكي. بعمل داونلود للداتا سيت، قرأها as csv تمام. لاحظ انه الريد سي اس في ما فيش داعي انه انت تعمل داونلود وبعديها تقرا، هذه برضه ممكن تساعدك كثير في الكاجل او حتى هنا انه انت في الريد سي اس في تديله اليو ار ال مباشره تمام، حتى لو كان مضغوط هو لحاله بفك برضه. نعم نعم، يعني هذه الشغله متعلقه بالباندا. فهنا حضر الواي ترين والواي ايفال اوكي. هنا بس مجرد انه بستكشف البيانات، شفنا الهيد الديسكريبشن تمام، شفنا الشيبس و رسم لك هيستوغرام. هذا عبارة عن بلوت او فيجواليزيشن من الباندا دوت هيست، تدي له اسم العمود وتطلب منه بنز انه لحاله بروح بيجمع عشرينات عشرينات من 0 ل 20، من 20 ل 30، من 30 ل 40 وهكذا تمام. هنا شاف توزيع الميل والفيميل، هذا كله فيجواليزيشن. وهنا الكلاس، هنا ضاف الواي معاهم تمام، وعمل فيجواليزيشن، عمل جروب باي 6 وعمل فيجواليزيشن للسرفايفد كمتوسط، يعني قديش متوسط اللي نجوا من الفيميل والميل تمام. نيجي الان للفيتشر كولومز. فالان بدك تحط اسماء الاعمده، ما دام انا عندي نوعين من الاعمده، هذه الفكرة هنا في هذا المثال الجيد فيه انه هنا في عندي نوعين من الأعمدة اللي هو categorical و numerical. فبالتالي هنا حط أسماء كل الكاتيجوريكال هنا وأسماء النيوميريكال هنا، لأنه يعني حيلف عليهم واحدة واحدة. فبالتالي هنا عرفنا الفيتشر كولومز، هذه الليستة اللي بدنا نعمل فيها append اللي أنا بدي أحطها أول حاجة في النيورال نتورك تمام. هنا for feature name in categorical names راح جاب الفوكابلري. كيف جاب الفوكابلري؟ اللي عبارة عن list of possible values في categorical attribute هذا. فبالتالي هنا جابها من اليونيك اللي هو اسم ال data frame of the column dot unique. فبالتالي جاب لك كل possible value سماها vocabulary. عشان هيك انه هنا feature column append، طبعا هنا عملنا امبورت لهذه بشكل مباشر، فبالتالي هاي بصير ملهاش لازمه. فيتشر كولوم لانه هي بدي ارجع اذكرك، هنا قلت له فروم تنسر فلو امبورت فيتشر كولوم، خلص بصير استخدمها بشكل مباشر. كاتيجوريكال كولوم وذ فوكابلري ليست. فانت خلي بالك انت لما بدك تتعلم تتعامل مع كاتيجوريكال اتريبيوت ونيوميريكال اتريبيوت، هذول التو فانكشنز بيلزموك، كاتيجوريكال وذ فوكابلري ليست وهنا numeric column. ايش بتدي له؟ هنا اسم الفيتشر والفوكابلري تو باراميتر. وهنا ايش بتدي له؟ الفيتشر نيم والتايب. لو ما اديتش التايب هو لحاله بيقدر يعرف او يتعرف على التايب. اسم العمود انت بتعمل اتريت عليه تمام. فبالتالي هنا هذه ملهاش لازمه، وهنا بدي اورجي لك اياهم. فلاحظ انه vocabulary list categorical column is 6 وكله categorical، ايش في عندك numeric بس 2 هاي بالضبط.
تمام. هاي جاب لك الفوكابلري ليست عند كل واحد، هذه الفوكابلري ليست انت عندك ميل وفيميل والتايب تبعها سترينج. تمام اوكي. هنا اليوتيليتي فانكشن كمان مره. اليوتيليتي فانكشن حط لك دالة جوا دالة واستدعى الدالة الثانية هنا أيو ميك انبوت وداله دي ترين واي أو واي ترين. أنت ممكن تبسط الموضوع ما تعملش هذا الكلام وتستدعي الدالة برا، ما فيش داعي إنه أنت تحط دالة وجواتها دالة. تمام؟ فبالتالي زي إنه هذه الدالة الكبيرة عرف هذه الدالة وهنا هي استدعاها. أيوه. عرف هنا هاي الدالة، أوكي؟ زي ما تعودنا انه هنا حدد عدد الايبوكس وحدد الباتش سايز والديتا والليبلز، حولها لتنسور سلايسز مع الليبلز وعمل شفل وعمل الباتش ورجع الدياس، وهنا ريتيرن انبوت فانكشن اللي هو هاي الداله، فبالتالي هو رجع لك ريفرنس لدالة. تمام؟ لأنه هو بده يستخدمها مع اللامدا. هنا استدعاها للترين وهنا استدعاها للإيفاليويشن. وهنا في الإيفاليويشن لاحظ دائما إنه ما فيش داعي للشفل، لو عملت شفل برضه مش تأثير. بس لا يفضل لو انت كنت بدك تشارك في مسابقات وترتيب البيانات مهم، يعني انت لما بدك تيجي تعمل سبميت بدك تعمل سبميت بالترتيب على الاي دي. تمام؟ فلا يفضل انه انت تعمل شفل، لكن لو عملت ترو هل بيطلع لك بج؟ بيطلع لك كاش بج، لكن في السبميشن بيقول لك انه ممكن يعني بيطلع لك ايرور عالي كثير. طيب هنا بس اخذ one batch وراح عرض، تمام هاي الباتش سايو 10 وهنا راح عرضه. شوف كيف شكلها، انا ما شغلتش هاي صح، فبالتالي انه هاي عرض الاعمدة تبعتي. تمام، وهنا عرض الليبلز تبعتي اللي هي 10 ليبل. هنا بس بتعرض العمود هذا بده ياخذ منه هاي 7 قيم للايج. تمام، وللجندر لاحظ الجندر كيف تعامل معاها. باينري وزي الون هوت انكودينج، هذا 1 0 1 0 عفوا 1 0 0 1 0 1 1 0. تمام، ون هوت انكودينج. الان اجى انه انت تعرف اللينير كلاسيفاير، وممكن تستخدم دي ان عن كلاسيفاير هنا بالمناسبه على هذا المثال. تمام، ايش اديته؟ اديته الفيتشر كولومز. تمام، وبعدين استدعيت داله الترين واديته اسم الداله هذه اللي بتحول لك الداتا لتنسور سلايسز، وهنا نفس الفكره في الايفالويت. تمام، وبتطبع الريزلت. قديش طلعت معاك النتيجه؟ اكيورسي 74. تمام، كل المتريكس هذول البريسيجن لحال والريكول لحال، حاجات بده يشتغل على دي رايت فيتشر. الدي رايت فيتشر ايش بده يسوي؟ بده يروح يعمل انه كروست كولوم، بده يدمج عمودين مع بعض اللي هم الايج
والـ6. تمام؟ فبالتالي بده distinguish between انه الميل انه الجندر بتساوي ميل and age بتساوي 30، هذا بده يحطها في عمود واحد، والجندر بتساوي ميل والايج بتساوي 40، هذه حتنحط كفاليو ثاني. تخيل انت كيف حيصير الوضع؟ فبالتالي حيدمج عمودين اللي هو عمود العمر وعمود يعني العمر كفئه وعمود الجندر. تمام؟ في عمود واحد، نشوف هل هذا بيساعد الالجوريثم او الماشين ليرنينج. فهذا عمود جديد اسمه ايج اكس جندر. تمام؟ وهنا راح ضافه الدرايفز فيتشر بتساوي، وهنا في الفيتشر كولوم ايش راح سوى؟ هو الفيتشرز تبعت الاساسيه وراح ضاف عليهم الدرايفد فيتشرز. شوف كيف تاثيره. Global steps 271. اللوس قال. إكس صارت 74. ويفترض يثبت شغلات تانية او الباتش سايز، انا ما بعرفش اذا لعبت فيها انا ولا لا. تمام؟ فهنا بحكي انه الامبروفمنت، انه صار في امبروفمنت من 75 ل 77، اتس سلايت امبروفمنت. تمام؟ فبالتالي انت ممكن تعمل فيتشر انجينيرنج تانية وانه تشتغل عليها تشوف كيف انه لها يعني تاثير. هنا بده يعمل بريدكت لجرامبل، بده يعمل بريدكت للفاليديشن داتا. تمام؟ هنا بيطلعوا كبلوت انه كفريكونسي لبريدكشن بروبابيليتي لكل الايفالويشن اكزامبلز كلهم. تمام؟ وهنا فريكونسي انه قديش البروبابيلتي كانت تبعتهم واحد، كانت انه كفريكونسي هالقد، قديش البروبابيلتي كانت 0 او 0.2 من 10. تمام؟ هذه ما لهاش لازمه، ما لهاش داعي. اوكي؟ هذا الروك. الروك بالمناسبه حتلاقوا بعض الكاجل كومبيتيشنز انه هي بتطلب الروك، فبالتالي انه موجود انت عندك هنا من الاسكيلر ماتريكس موجود هذا. تمام؟ انا ممكن اعتبر انه الاكزامبل لغايه هنا، فبالتالي انه هذه بشيل لك اياها عشان احفظ لك اياها على كاجل للتبسيط. تمام؟ وهذا كله ملوش لازمه. الفيتشر انجينيرينج اللي انت ممكن انه انت تسويه. اوكي، اخر ستيب بتاع عندك هنا. اخر حاجه في الاستيميتور بدنا ناخذ البوستد تريز. ايش البوستد تريز؟ هي عباره عن تري اوف نيورال نتوركس، تري اوف استيميتورز. تمام؟ فيعني زي نفس نظام الانسمبل بالضبط، بيعمل كذا نيورال نتورك وبيعمل فيد للديتا لها
على كانيشال سيت مختلفه، تمام، وبعمل averaging بيناتهم لو كانت هذه البروبلم ريجريشن، ولو كانت classification بعمل voting. هنا اشتغل على تايتانيك داتا، خليني بس اخذ نسخه منه عشان احفظ الاوتبوت. الامبورت قراءة البيانات، تمام. وهنا في انت عندك امبورت تنسور فلو اس تي اف، وهنا راح ظبط الراندوم سيد لكل الاكزامبل هذا، فبالتالي كل مرة بتشغل بتطلع لك نفس يعني هنا ظبط يعني ثبت السيد انت عندك لكل يعني من الاول هنا، فبالتالي مفيش داعي انه انت تضيف الراندوم سيد انت عندك. هذه الشرح للفيتشرز، وهذه استكشاف للبيانات، وهنا الديسكرايب، وهنا الشيبس، هيستوغرام للايج للميل والفيميل للباسنجر كلاس للامبورت تاون او بورت، وهنا عامل كونكاتينيشن مع الترين مع الواي عشان يشوف قديش المين تبع السرفايف، تمام. هنا الفيتشرز تبعتك كاتيجوريكال لحال، نيومريك لحال، وهنا في عندك داله. هنا ايش سوى؟ وان هوت انكودينج لمين؟ للكاتيجوريكال اتريبيوت. ايش رجع؟ TF feature column، هذه الباكج او الموديول، تمام. indicator column وديته ايش؟ TF column categorical column with vocabulary list. يبقى الindicator column هنا بترجع لك one hot encoding، تمام. ايش راح بدي اديها؟ بدي اديها اللي هي categorical column with vocabulary list، وادي له الفيتشر نيم والفوكاب. تمام. يبقى الفيتشر كولوم هنا راح لف عليهم واحدة واحدة، تمام، جاب الفوكابلري، وهنا عاملهم وان هوب انكودينج، فبالتالي هنا بروسيسنج مختلف، ما اعتبرهم مش كاتيجوريكال، هما كاتيجوريكال بس طبق عليهم الوان هوب انكودينج، تمام. والنيوميريك برضه نفس الفكرة، هنا TF feature column numeric column. شوف لي هذه الفيتشرز بعد ما نشغلها. indicator column، تمام، وهي اسمه، هاي الفوكابلري ليست انت عندك ميل وفيميل زي هيك، وهي الفوكابلري ليست، وانه بعملها one hot encoding. طيب الان بده يروح يحول وحده، اخذ هيد واحد، تمام، حوله للديكشنري، تمام، وراح حول هذا الكلام لانديكيتور فيتشر عشان بس يورجي لك كيف شكل الوان هوت انكودينج، تمام. فبالتالي هنا هذا الاتريبيوت لايش؟ للباسنجر كلاس، تمام، لأي درجة؟ درجة الراكب، درجة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، فبالتالي هنا ثيرد، فبالتالي الـ one hot encoding لإله 001، تمام. هجيت هذا الإكزامبل اللي إحنا أخذناه بتروح يحوله لـ dense feature
زي ما احنا بنحطه في الطبقة الأولى. شوف كيف شكله، عبارة عن array بهذا الشكل، تمام؟ طبعا هذا الكلام لكل الأعمدة العمود الأول اللي هو للإيج أعتقد، إذا أنا مش غلطان. نعم، لا بس للعمود الأول للسكس، العمود الثاني للإيج، بس هذا إنه صار له one hot encoding، فبالتالي هنا أعتقد إنه هذا إنه للإيج، والباقي هنا أنت عندك أصفار واحد لأنه هي نتيجة ال one hot encoding، وهذه أعتقد الفير. في عندي two numeric attributes اللي هي الإيج والفير، تمام؟ والباقي يبقى أنت عندك هدول الرقمين، والباقي كله عندك أصفار ووحايد. هذه اليوتيليتي فانكشن عشان احول كل الداتا سيت. هذا بس انه هو مجرد انه بيظهر لك وان اكزامبل كيف بيصير انت عندك كديتس فيتشرز. هنا راح احول الداتا نفس الفكره، الاكس والواي وعدد الايبوكس والشفل، تمام؟ راح احول دي اف ترين والدي اف ايفال، الآن نيجي لتعريف الموديل. هنا بده يعرف لينير كلاسيفاير زي ما عملنا المرة السابقة، ويشوف قديش النتيجة، وبعديها يروح يعرف بوستد تريز ويشوف كيف النتيجة. فهنا عرف لينير استيميتر، عمل ترين والستبس 100، وهنا عمل ايفال. شوف النتيجة معايا قديش، يبقى النتيجة الاكيرسي انت عندك 76، تمام؟ والافريج لوس 47. نيجي الان نشوف البوستد تريز، يبقى هنا استيميتور بتساوي تي اف استيميتور بوستد تري كلاسيفاير. زي ما حكينا هذه عبارة عن تري اوف نيورال نتوركس، بديله الفيتشر كولومز، وبديله هنا عدد الباتشز لكل لير اللي هو النمبر اوف باتشز، وهنا ستيبس. لاحظ كل هاي الشغلات البري ميد استيميتور، هي بري ميد فعلا، انه هي جاهزة وانت بس مجرد انه انت بتستخدمها، بتقدرش انه انت تلعب في الاركتكتشر تبعتها كتير او تعدل الباراميترز كتير. شوف لي الان قديش اكيرسي عندك 81، تحسن اكيد طبيعة الحال لانه يعني انت بتستخدم انسمبل ميثود بالضبط، تمام؟ هذه للبريدكشن بروبابيليتي ملهاش داعي، تمام؟ وهذه للروك ملهاش داعي، هيك خلاص، تمام؟ ففي عندك ثلاثة استيميتورز، الملخص ايش هما؟ لينير كلاسيفاير، دي ان ان كلاسيفاير، دي ان ان ريجريسور، وبوستد تري، بوستد تريز استيميتور، تمام؟ أربعة. ممكن إنه أنت تستخدمه بشكل سريع على أي داتا سيت أنت عاوزها، وهي زي ما شفت هنا، هنا بورجي لك كيف تتعامل مع الكاتيجوريكال وكيف تتعامل مع النيوميريك. شفت في الوصفات هذه، فممكن تطبقها في اي وصفه من يعني في على اي كومبيتيشن من اللي انت بدك اياها، زي الهاوس برايس كومبيتيشن، وتشوف كيف النتيجه. اوكي.